مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج استنارة، هذا البرنامج الثقافي الذي يطل عليكم عبر قناة الشرقية من كلبة. برنامج استنارة يواصل حلقاته من خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، هذا المعرض الثقافي وهذا المعرض الذي يخص فئة جميلة من المجتمع، فئة الكتاب وفئة متذوقي ومحبي القراءة. معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام كثرت في جنوباته وفي ثناياه الكثير من دور النشر وكثير من الكتاب، وكذلك كان هناك ضيوف شرف على هذا المعرض وسعدنا بلقائهم وسعدنا بحفلات توقيع كتبهم. كثر في المعرض عناوين، فكانت في بالنسبة للمعرض أكثر من 1,000,000 عنوان موجود في هذا المعرض، وكذلك رأينا هناك التواصل الحي بين الكاتب والقارئ من خلال الندوات الحوارية ولقاء الكاتب والقارئ من أجل مناقشة ما يدور في مؤلف هذا الكاتب. إذا مشاهدين مستمرين في هذه التغطية الحية والحصرية عبر قناة الشرقية من كلبان، نشكر الأخوة من قناة الوسطى من الذيد على النقل في الساعة السابقة، والآن أتى وقت نقل قناة الشرقية من كلبة. يسعدني اليوم بأن تكون معي كاتبة من مملكة البحرين الشقيقة، الكاتبة منى محمد سلامي. مساك الله بالخير أستاذة منى. مساكم الله بالنور والسرور ومساكم الله بالورد في هذا العرس الثقافي الجميل إن صح التعبير. أكيد اليوم أنت موجودة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأعتقد بأنك سعيدة مثل ما ذكرت لي ببداية أو قبل أن نجري هذا الحوار. أصدرت مؤلف جديد ومبارك لك هذا المؤلف، ألا وهو ليس للنشر، فمبارك لك هذا المؤلف وكذلك مبارك لك هذا المعرض الثقافي. الله يبارك فيك، شكرا لكم. شكرا. نعم، ان اتينا الى مؤلف ليس للنشر، العنوان جذاب جدا ويعني مثير للفضول لاي قارئ او من يتجول في ارجاء دار النشر التي صدر منها هذا المؤلف. ليس للنشر لمنى سلامي، اعتقد هذا العنوان مهم، او العنوان مهم بالنسبه للكاتب لاظهار ما بداخله ولاظهار ما بداخل هذا المؤلف. بالتأكيد هو عنوان ليس للنشر، حسيت أنه هو فرض نفسه علي وعلى النصوص. نعم، لأني دائما لما كنت أكتب كنت أكتب لنفسي، ما كنت أظهر نصوصي للعالم، واليوم الحمد لله رب العالمين بفضل الله ثم بفضل اللي حواليني واللي ساندوني ودعموني ظهرت هاي النصوص على الساحة، ولذلك ما كان بالأمس ليس للنشر أصبح اليوم في متناول الجميع الحمد لله. نعم. إذن النصوص الموجودة في هذا المؤلف نصوص مواقف مررت فيها منى، مررت في هذه المواقف؟ نعم، قد تكون هناك، هي عبارة عن نصوص وخواطر تمثل مجموعة من المواقف، في مجموعة من المواقف عشتها شخصيا، وفي مجموعة من المواقف شفت اللي حواليني عايشينها بس ما قادرين يعبرون عن مشاعرهم. نعم. فحاولت أني أترجم هالمشاعر والأحاسيس على الورق، لعلهم في يوم ما إذا قرأوها يطلع اللي بقلبهم يعني، أو يحسون بالراحة. الجميل منى عندما وظفتي هذه المواقف على هيئة مشاعر، فكان نتاج هذه المواقف ونتاج هذه المشاعر مؤلف ووجد الآن في معرض دولي، هذا المعرض الذي أعتقد يكون أيقونة لأي كاتب وأيقونة لأي كاتب لأن ينشر مؤلفة. أعتقد معرض الشارقة الدولي كتاب أصريت بأن يكون في هذا المعرض، توقعين في حفل أو يكون لك حفل توقيع لهذا الكتاب وإصدار هذا الكتاب، السبب؟ بالتأكيد أنا الصراحة أصريت إصرار شديد أن المؤلف ينطلق في معرض الشارقة للكتاب، كون المعرض يعني بهذا الضخامة وبهذا الحجم يجذب من حوالين العالم يعني نخبة من العالم، خلنا نقول من كل الفئات ومن كل القراء من كل الأعمار من كل الجنسيات، فحبيت أن تكون انطلاقة كتابي في هذا المعرض بالذات. نعم منى، أنت شابة في عمر صغير ورأينا فيك الموهبة من خلال سردك وحتى موهبة كتابة الخواطر والأبيات الشعرية. لكل كاتب نقطة بداية ولكل إنسان نقطة بداية، فكيف خرج الكاتب من داخل منى وظهر بهذا الإصدار؟
الكاتب بداخلي اكتشفته خلنا نقول في المرحلة الإعدادية. نعم. حدث معي موقف، قبل هالموقف كنت في اختبارات التعبير أجيب شوي درجات نازلة وكنت أزعل على هالشيء. بعدين قلت يعني بحاول إني أقرأ، بحاول إني أنمي هذا الشيء، هذا الجانب الضعيف بداخلي، لعلني يعني أصل يعني لدرجة ترضيني. في يوم ما طلبت منا معلمة التعبير تعبير حر، وكتبت موضوع عن فتاة تحب القراءة وتحب العزلة عشان هي تختلي بكتبها، ويبت في هذا الموضوع 14.5 من 15، حتى لين اليوم محتفظة بالورقة. نعم. فهني عرفت أن أنا عندي شيء أقدر أنميه، وبديت من يومها وأوجه شكر لهذه المعلمة بصراحة، لأن هي اللي اكتشفت فيني هذه الموهبة. بالفعل منى، كم من موهبة اكتشفها معلم، وكم من موهبة يعني لماها معلم. فبالفعل كل الشكر لأي معلم عندما يرى عند طالب من طلابه موهبة معينة ينميها، وحتى يشجع هذا الطالب على إكمال هذه المسيرة. صح, صح. نعم. بالفعل كل الشكر والتقدير لهم. نعم. بالنسبة لأي معرض خاص بالكتاب، أعتقد أنه يكون متنفس قرائي للجميع، ولأن المعارض تجمع جميع دور النشر وتجمع الكتاب مع القراء. فماذا تضيف المعارض، معارض الكتاب للكاتب؟ طبعا هي تضيف الكثير من ناحية أن الناس يتعرفون عليه، وهو أيضا يتعرف على دور النشر وعلى الكتب الثانية اللي متوفرة في المعرض، فيصير نوع من تبادل الثقافات، تبادل الأفكار، تبادل الخبرات. يعني لما كتاب يلتقون في بعض، لما كتاب يعني لما الكاتب يلتقي في دور نشر، ياخذ الخبرات من كل مكان، ياخذ الافكار من كل مكان، يقدر هو يبني يعني يبني اسس لذاته، او يبني خطط يعني يبني اسس لخططه المستقبليه. جميل، لفتتني كلمه تبادل الخبرات بين الكتاب. بالفعل التواجد هنا في معرض الشارقه ذوي الكتاب، الكتاب يتبادلون بافكارهم، حتى صحيح. بالنسبه للكاتب نفسه قد يغير وجهه نظره عندما يرى فكر كاتب اخر. وقد يعني يكون اكثر نقدا، يكون نقده بناء من هذه الناحيه ان اتينا للناحيه النقديه، وقد يكون كذلك هذا الكاتب من خلال هذا المعرض او من خلال المعارض المقامه يكون اكثر انفتاحا وتقبل، وصدره اكثر رحب. صحيح بالفعل. نعم. والكاتب الحق بالنسبه لي المفروض يتقبل كل الاراء. نعم. يعني المفروض يتقبل كل وجهات النظر، سواء كان النقد ولا كان المدح ولا كان يعني أي كان. نعم. مفروض أنه يتقبلها، وبالعكس يعني يأخذها كوجهة نظر يبني عليها شخصيته، أو يبني عليها جزء من شخصيته، أنه ينمي هذا الشيء. نعم. كما أتت في الإحصائيات بأن معرض الشارقة الدولي للكتاب يضم في ثناياه أكثر من 1,000,000 عنوان. يعني هذه عدد عناوين كبيرة جدا، وأعتقد يعني يحتاج إلى فترات وسنوات حتى أن نقوم صحيح. بقراءة هذه العناوين. لكن كيف برأيك، كيف للقارئ أن يختار العنوان المناسب لكتاب أو لمؤلف معين؟ القارئ طبعا عنده حرية الاختيار، عنده يعني يقدر يختار حسب ميوله، حسب اتجاهاته. الاتجاهات اللي عنده مثلا ممكن هو يحب الروايات، فممكن يتجه لدور نشر معينة تهتم بهذا المجال. ممكن يحب الكتب في تنمية الذات، ايضا نعم. ممكن يتجه للدور اللي تهتم في هذا المجال. وممكن في مثلا في قراء يون يحبون يقرون من كل شيء. هني هي دور دار النشر بعد ان هي تعرض على القارئ او تعرض على الزائر انواع الكتب اللي عندها، وتخليه يختار، تعطيه حريه الاختيار. على طاري دار النشر، دائما دور النشر تكون بقوة عندما تحتضن كتاب لديهم القلم ولديهم البراعة في صياغة وفي تأليف وسرد مؤلف. فبالنسبة لك اخترت دار نشر من دولة الكويت ألا وهي دريم بوك، فسبب اختيار هذه الدار؟ بصراحة أنا قبل ما يعني يقع الاختيار على هذه الدار، خذيت فترة حوالي 6 أشهر سويت دراسة على دور النشر. نعم. اللي تواصلت معاها، وحطيت بعدين كل العقود قدامي، ولاحظت ان في يعني في تفاوت في مثلا سياسة العمل مختلفة. فبالنهاية اخترت دريم بوك لان العقد كان جدا واضح، كان يعني يبين للكاتب شنو حقوقه وشنو واجباته،
كان تعاملهم جدا راقي وسلس، ولذلك نعم. وقع الاختيار إذن عليهم. سلاسة سلاسة وسلاسة البنود وسهولة وبساطة البنود تسهل العملية بين الكاتب ودار النشر طبعاً. فلا تكون هناك نزاعات بين الكاتب طبعاً. ودار النشر، لأن ربما بعض المؤلفات تأتي إلى مرحلة النزاعات ويكون الكاتب مقيد طبعاً. الكلمة ومقيد القلم، فبعض دور نشر قد تكبل هذا الكاتب، والبعض الآخر قد تسرح هذا الكاتب من أجل أن يبدع في فضاء الأدب وفضاء العلم. صح نعم. وهذه المواقف قد تحدث إذا كان العقد غير واضح. نعم. أنا مرت علي بعض العقود اللي كانت فيها جمل شوي يعني مبهمة. مش واضحة أو مبهمة، ولذلك لما شفت العقد تبع دريم بوك كان جدا واضح، وكان جدا يعني الجمل يعني مكتوبة بكل شفافية، ولذلك وقع الاختيار نعم. عليهم. الكاتبة منى سلامي، بما أنك من مملكة البحرين الشقيقة نرحب بك في دولة الإمارات، فهذا هو بلدك الثاني. مرحبا فيكم. لكن لو سألتك عن الحالة الثقافية في مملكة البحرين، لأن مملكة البحرين كانت من أوائل دول مجلس التعاون الخليجي في استقطاب الفكر الثقافي، هي ودولة الكويت الشقيقة، فكيف ترين الحالة الثقافية اليوم للشاب البحريني، وكيف يبدع في داخله، وكيف يظهر للعالم من خلال كتابه ومؤلفه؟ الحالة الثقافية في مملكة البحرين بالنسبة لي في ازدهار مستمر. نعم. خاصة بعد ما فازت المنامة قبل سنتين تقريبا في بعاصمة الثقافة العربية. هاي الفوز نقدر نقول كان هو نقلة لها. نعم. ولشبابها، فنشوفهم اليوم صار عندهم اهتمام أكثر بالفكر، اهتمام أكثر بالثقافة بشتى مجالاتها، في القراءة، في الكتابة، في الفن، في المسرح، بكل المجالات. نتمنى التوفيق للشاب العربي، لأن الشاب العربي يستحق هذه الثقافة، يستحق هذا الاهتمام. كل الشكر لك أستاذة منى سلامي على رحابة صدرك وعلى تواجدك وتلبية دعوتنا لإجراء هذا الحوار معك. ألف مبروك على إصدارك ليس للنشر. كل الشكر لكم، والله يبارك فيك إن شاء الله، وأحب أنا أشكركم بعد وأشكر كل المشاهدين. شكرا لك عزيزتي. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، من هذه الكاتبة من مملكة البحرين الشقيقة ننتقل إلى فاصل قصير ونعاود باقي فقرات برنامج استنارة، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين في هذه التغطية لبرنامج استنارة الذي يزامن أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب. إذن ما زلنا نجري اللقاءات مع نخبة من الكتاب، وبالنسبة لمحبي القراءة وكذلك بالنسبة لمؤلفي هذه العناوين الأدبية. إذن معي الآن الأستاذ راشد آل علي، المدرب الدولي والمستشار الأسري. مساك الله بالخير أستاذ راشد. مساك الله بالنور والسرور، والله يعطيكم العافية على هذا اللقاء الطيب، وشرفنا فيكم، والله يعطيكم العافية. بالبداية أستاذ راشد، عندما يكون الكاتب يخص في كتاباته الأسرة ويخص في كتاباته كينونة الأسرة والحفاظ عليها، أعتقد بأن هذا الكاتب يقوم بعمل جيد ورائع جدا من أجل المحافظة على تكوين المجتمع، لأن إن صلح المجتمع صلحت الأسرة، أو إن صلحت الأسرة عفوا صلح المجتمع، لأن عندما تكون الأسرة صالحة يخرجون لنا أفراد في المجتمع أسوياء، أفراد يقومون ببناء المجتمع لا هدمه. إذن أستاذ راشد، أنت أصدرت في هذا المعرض وليدك الثقافي أو الأدبي، ألا وهو النافذة المفتوحة.
أعتقد العنوان جميل جدا، لأن نحن نحتاج في حياتنا إلى نوافذ نطل منها ونوافذ مفتوحة، وكذلك نحتاج ربما في بعض الأحيان إلى أبواب كي تتسع ما بداخلنا وتتسع ما بداخل جوارحنا، لأن هناك بعض المشكلات التي ربما قد تعكر صفو الأسرة وتعكر صفو المجتمع. إذا مبارك لك هذا المؤلف ومبارك لك هذا المعرض. الله يبارك في حياتك. كتابي النافذة المفتوحة، نعم، فكرتنا أول شيء إحنا في بلاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحنا نتمنى تكون السعادة للجميع إن شاء الله. فأقل شيء نسوي لدولتنا أن إحنا يعني كثر ما نقدر احنا نطور في مجال الاجتماعي. أكيد. ليش؟ لان هي الاسرة هي اللي بتطور وبتسوي لنا كل شيء. نعم. فاذا احنا الشخص عنده مشكلة فهو بينشغل في مشكلته، فبينسى تطوير نفسه، تطوير ذاته، بينسى تطوير مهام عمله او نعم. وظيفته او حياته او دولته. فلهذا احنا لازم يعني الله لا يبعد عنا المشاكل، بس لازم احنا نتغاضى هذه المرحلة، ان نخلص مشاكلنا عشان نتفرغ في تطوير نفسنا، تطوير ذاتنا. اعتقد انك تناولت في هذا المؤلف بعض المشاكل الواقعية مع حلولها، لان نحن نعتقد عندما يقوم الكاتب بوضع او بتقديم المشاكل الأسرية او المجتمعية يجب ان ترافقها الحلول، لان الحلول عنصر مهم لعلاج هذه المعضلة او هذه المشكلة. المشاكل اللي انا عندي كلها حقيقيه، التمستها من اصحابها مباشره، واخذت الاذن منهم بنشر المشاكل بدون ذكر الاسم، على اساس الناس يستفيدون من اخطاء الاخرين. ففكره المشاكل هي مشكله واقعيه وحقيقيه من الشخص نفسه، فنزل له حل. ليش؟ لان هي المشاكل يعني اكثريتها تتكرر مع الاشخاص. فانا التمست اكثر المشاكل اللي الموجوده في المجتمع الخليجي، وقسمتها على 5 فصول: فصل مشاكل حياة زوجية، فصل مشاكل الأبناء، فصل مشاكل الشباب، فصل مشاكل المراهقين، فصل مشاكل العامة. تقريبا عندي أكثر من 100 مشكلة في هذا الكتاب، وكل مشكلة يعني تركز على مجال معين. يعني أي شخص يقرأ الفهرس أكيد بيكون مر في مشكلة من هذه المشاكل. إذن الفهرس أداة ووسيلة لمن يريد علاج مشكلة معينة أن يتجه إلى الفهرس. أيوة. وأن يجد حل لهذه المشكلة أو إذا كانت مشكلة مشابهة لواقع هذا القارئ. إذن 5 محاور أو 5 أبواب تناولتها في كتاب النافذة المفتوحة. أعتقد بأن الآن نحن في تحدي وصراع من أجل الحفاظ على الأسرة ومن أجل الحفاظ على فكر أبنائنا وأبناء هذا الجيل، لأن هناك دخول بالنسبة للتكنولوجيا ودخول بالنسبة للعالم الخارجي، فأصبح العالم الخارجي في ربما في هاتف محمول عند الطفل، فيتعرف على الجميع، وقد يؤدي هذا التداخل وهذا التداخل الحضاري وهذه العلم ربما قد تسمى إلى تشتيت ذهن الأسرة وتشتيت بالتحديد ذهن الطفل. في مشاكل تخص المجال هذا. نعم. مثلا الطفل دخل على أحد المواقع وطلع له مقطع مثلا معين احنا ما نحب ان الطفل يشوفه. نعم. كيف نتعامل مع الطفل بالطريقة هذه؟ الطفل مثلا عنده مشكلة معينة، هو خجول مثلا برا البيت، كيف نتعامل مع الطفل هذه؟ الأشياء هذه كلها تقريبا موجود. يعني أنا حتى يقول لي بعض الأشخاص لما يبون الكتاب أقول له أنت شو مشكلة مرت عليك؟ مثال من المشاكل قال لي والله أنا أدرس بس ما حصل درجات، طلعت المشكلة موجودة. نعم. يعني أكثر المشاكل اللي تمر على المجتمع هذا تقريبا نحصلها في الكتاب. نعم. أستاذ راشد، بما أنك مدرب دولي وكذلك مستشار أسري، كيف ترى حال الأسرة الخليجية وإن خصصنا أكثر الأسرة الإماراتية حاليا؟ والله نحن الحمد لله أمورنا طيبة وكل شيء تمام، يعني بس دائما نحن يعني نتمنى الأفضل. يعني نعم. كل ما الأسرة اهتمت في أبنائها وحاولت تطور من أبنائها من بداية صغرهم، يزرعون فيهم الأشياء، القيم والأخلاق والأشياء اللي هي ممكن يستفيد منها في المستقبل، فالشخص هذا بيكون ناجح. يعني احنا اليوم مو بس اني انا اكل طفلي واخليه ينام واخليه يروح المدرسة ويرجع، يعني انا سويت التربية هذه، يعني يسمونها الرعاية مش تربية. تربية ان احنا نزرع في القيم، نعلمه يصاحب منه وما يصاحب منه، منه يكون قدوته، شو الأشياء مواهبه وطموحه، من صغر احنا نزرع فيه الاشياء هذه على اساس لما يكبر يكون وصل لمراحل كبيره ان شاء الله. اذا نربي الطفل من ناحيه فكره ومن ناحيه اخلاقياته ومن ناحيه مبادئه، فاعتقد هذه الاشياء يستلهمها هذا الطفل من والديه او حتى من المجتمع، فيجب ان يكون او يجب الطفل ان ينتقي او الوالدين يخصون الطفل بانتقاء هذه الاخلاقيات الحميده من المجتمع
المجتمع، لكن أعتقد في هذه الناحية أستاذ راشد، كيف يجعل الوالدان الطفل لديه مناعة من التأثيرات الخارجية ويكون حريص، أو ليس الطفل بحد سواء لكن الشاب أعتقد ينطبق عليه هذا المثل، كيف يجعلون من أبنائهم لديهم درع وقاية أو درع حماية من أي المتغيرات الخارجية حولهم؟ أول شيء نزرع فيه الثقة بنفسه. الثقة لازم يكون الشخص واثق من نفسه. وشيء ثاني، ما نخلي حواجز بينه وبين الأبو، بينه وبين الأم. إذا عنده شيء، عنده سؤال شيء، يروح عند الأبو، يروح عند الأم، يتجاوبون معاه، يساعدونه. إذا أنا اليوم عندي سؤال وسألت أبوي وما جاوبني، بروح أسأل برا. نعم. والشخص اللي برا يمكن ما يعطيني الإجابة الصحيحة. نعم. فهني لما إحنا نكسر الحواجز بيننا وبين أبنائنا، يكون واثق من نفسه. إذا صار له أي موقف خارجي ممكن يرجع لأبوه، يرجع لأمه، يعرف الشيء هذا صح ولا غلط. ما نخلي بينهم حواجز على أساس ما يخاف إنه صار له موقف في الخارج يخاف يقول حق أبوه ولا يخاف يقول حق أمه. أستاذ راشد، لو سألتك، هناك بعض الأطفال فضوليين ما شاء الله عليهم وكثيري الأسئلة والسؤال، أو بإمكان لو يعني نفرد المصطلح سؤولين، كثيري التساؤل، فكيف نرد عليهم بطريقة تناسب فكرهم وبطريقة تناسب عمرهم أو سنهم العمري؟ المشكلة هذه موجودة في الكتاب. أيوة. وعندي حل. ودنا الآن نأخذ منها يعني نعرف المجتمع. بشكل عام الله يسلمك، يعني الطفل هذا عنده طاقة. نعم. وإحنا لازم نستغل هذه الطاقة، ما ندمرها. تمام أستاذ راشد، راح نكمل هذا الموضوع لكن من بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل قصير ونعاود اللقاء مع الأستاذ راشد آل علي، المدرب الدولي والمستشار الأسري، لكن من بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. ما مضى، ما تداوي دموعك جرح طول البعاد، انتهى الحب يلي بيننا وانقضى، ولا بقالك بقلبي غير ذكرى وداد. كنت اجيك بخفوق فيه حب ورضا، وكنت انت حبيبي غايتي والمراد، وكنت اشوفك حياتي جوها والفضا، وكنت يوم تغيب اموت هم ونكاد. بس خذها بصراحة، القضى بالقضى، ذوق كاسن شربته منك اسمه عناد. ما تعيش المشاعر في خفوق فضى، كيف تبني وداد لها عنادك عماد. الواقع أني أخذت هذه القصيدة وحاولت أني أشتغل عليها بالنظرية التفكيكية، النظرية البنيوية التفكيكية. أخذت القصيدة وقلت أنا لو أخذت، هو يتكلم عن الصدر وعجز، لو أخذت الصدر. عدنا لكم مشاهدين الكرام من جديد لبرنامج استنارة، هذا البرنامج الذي يعرض عبر قناة الشرقية من كلباء ويزام من أيام معرض الشارقة الدول الكتاب. كما شاهدتم مشاهدين الكرام، هناك حركة وتوافد لمحبي القراءة لمعرض الشارقة الدول الكتاب. ما زلنا مستمرين في هذه التغطية، ومعي قبل الفاصل كان الأستاذ راشد العلي، المدرب الدولي والمستشار الأسري. أستاذ راشد، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الطفل كثير السؤال، وكيف ننمي بالطفل كثرة أسئلته، ويقال بأن الطفل عندما يكون كثير السؤال هذا ينوم عن ذكائه وينوم عن اطلاعه. طبعا الطفل اللي يسأل وايد، يعني المفروض احنا نستانس على الطفل هذا. نعم. لأن هذا عنده طاقة، فاحنا المفروض نستغل في الأشياء هذه. أول شيء احنا نجاوبه على الأسئلة اللي هو بيسألها، إذا كانت أجهزة ما نستهين ولا السؤال. نعم. لكن نجاوبه بطريقة تكون مثالية. نعم. ففي أسئلة مثلا ممكن احنا نتغاضى عنها، إذا هو كان أكبر في عمره نوضح له. نعم. إن السؤال هذا
يعني انت حين استانس في حياتك والعب وروح واستفيد من الشيء الفلاني، وانت يعني كل مرحله من عمرك بتتعلم اشياء جديده وبتستفيد اشياء ثانيه. فبنفس الوقت احنا ممكن نشغله لما يكون عنده طاقه باشياء مفيده. مثلا احنا حاطين العاب حق الطفل، في العاب مثلا ذكاء، في العاب اللي تخليه يركز في اشياء معينه مثل تركيب والاشياء هذه، هذه تزيد تركيزه، تزيد تركيزه، تركيز الطفل، تزيد ذكائه، تخليه يفكر في اشياء اكبر. في العاب تخليه يفكر خارج الصندوق. ايوه، فدائما يحاول يكتشف شيء جديد. فهو اذا من صغره فكر بالطريقه هذه، ان شاء الله لما يكبر شو بيسوي. هذا استاذ راشد بالنسبه للالعاب الملموسه والالعاب التي قد يستخدم فيها الطفل اصابعه وقد يستخدم فيها ذكاءه. الان دخلنا الى عصر التكنولوجيا، الا وهي الالعاب الموجوده في الاجهزه اللوحيه او الايباد. اعتقد عندما يمسك الطفل الجهاز اللوحي او الايباد قد يكون انحصر فكر هذا الطفل داخل هذه الشاشة، فيظل يعني منغلق عن هذا العالم. صحيح، أنا عندي مشكلة تعلق ابني بالآيباد. نعم. مشكلة من المشاكل اللي موجودة عندي في الكتاب. الآيباد يعني ممكن احنا نخليه يستخدم الآيباد، لكن يعني وقت معين، وممكن نخليه يستفيد من الأشياء المفيدة اللي موجودة. نعم. مثل مقاطع مفيدة أو ألعاب اللي هو ممكن يستخدم فيه ذكاء، لكن ما نستغنى عن الألعاب الواقعية اللي هو يستفيد منها، يستخدم أصابعه، يستخدم ذاكرته، لأن هي ممكن تخلي مثلا يكون في مشاركة مع شخص ثاني يشارك. نعم. في اللعبة يكون في مشاركة مجتمعية، في يعني ما نخليه ينحصر داخل الآيباد. على طاري المشاركة الأخرى والمشاركة أو مشاركة الطفل في لعبة، أعتقد أن الأهالي أو الوالدين محتاجين لثقافة اللعب مع الطفل. لازم يكون عنده ثقافة نلعب مع الطفل، نفس الوقت نخليه يشارك المجتمع، ما نخليه انطوائي. أيوة. وحيانا لو بتلاحظين أكثر الأمهات هالفترة يعني يخافون على ولدهم بشكل مبالغ، لا. أيوة. تدخل الرمل، لا. أيوة. تلعب، يعني احنا لازم نخليه يطلع ويتحرك، نعطيه حريته شويه، وكل ما يكبر يعني هو يبقى اكثر، يعني بدايه مثلا هو على السرير، بعدين يبي يلعب في الغرفه، بعدين يبي يطلع من الغرفه. أيوة. بعدين يبي يطلع برا البيت شويه، مثلا في الحوي، في الرمل، ممكن احنا نخليه مثلا يروح على البحر مثلا، يكتشف العالم الخارجي باختصار، يشوف العالم. نعم. الخارجي، يشارك المجتمع. هالاسباب اللي تخلي الطفل لما يروح المدرسه يكون انطوائي. ايوه، كذلك الاشراك المجتمعي استاذ راشد، اعتقد. أيوة. نحن مهتمين، يجب ان نسلط الضوء عليه، لان الاشراك المجتمعي او التطوع نافذه من نوافذ الثقه او الثقه بالنفس بالنسبه للطفل. طبعا كل ما يعني يطلع ويشارك المجتمع كل ما هو يستفيد اكثر. نعم استاذ راشد، للاسف الوقت اسعفنا، لكن انا سعيده بتواجدك اليوم معي في برنامج استناره، ومبروك لك هذا الوليد الثقافي النافذه المفتوحه، كل الشكر لك. الله يخليك، شكرا لكم. عفوا. الله يحييك. اذا مشاهدي الكرام، كان معي الكاتب والمدرب الدولي والمستشار الاسري راشد العلي، وتناولنا في هذا الحوار حول مؤلفه الجديد النافذه المفتوحه. الان ننتقل الى ارجاء معرض الشارقه الدولي للكتاب، و نكتشف مبادرة ثقافية في هذا المعرض الذي يكون يعني يختص بفئة معينة وكذلك النخبة من المثقفين، فلنتابع هذه المبادرة. الشيخ راشد، وكما تلمذ الشيخ حمدان على يد أمير الكلمة الشيخ محمد بن راشد، طبعا لا أحب أن أطيل، لكن الآن سيتفضل سعادة الأستاذ ضاعن لتوقيع كتابه، فليتفضل مشكورا. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين في هذه التغطية وفي برنامج استنارة، هذا البرنامج الذي يخص مجموعة ولقاءات مع أدباء وكتاب يعني احتفى بهم معرض الشارقة الدولي للكتاب.
الآن معي نجم رائع في هذا المعرض، سطع في هذا المعرض وسطع في الحلول الأسرية والتوجيه الأسري، ألا وهو الدكتور أشرف العسال، مستشار أسري سابق بدائرة القضاء بأبوظبي. أستاذ أشرف، مساك الله بالخير، مبروك هذا المعرض ومبروك لك هذا المؤلف الجديد الذي سوف يوقع في معرض الشارقة الدولي للكتاب. سلامين أستاذ كل، أهلا وسهلا بك في عاصمة الثقافة أكيد. وفي القناة الرائدة اللي أنا بعتبر نفسي ابن من أبنائها الآن، قناة الشرقية من كلباء، وتشرف الأستاذ عائشة الإعلامية الكبيرة في هذا المحفل الثقافي. لست أكبر الكبير. عنك يا أستاذ ما شاء الله عليك أبدا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله من تواضعك، بس بارك الله فيك أستاذ أشرف. صدر لك في هذا العام مؤلف بعنوان ربما قد يكون ملفت. صاروخ وملفت يعني الحقيقة، طلقني من فضلك. نعم. إذن هذا العنوان ربما عندما أراه على ركن أو في دار نشر معينة قد أتساءل لماذا هذا العنوان ولماذا اختيار هذا العنوان طلقني من فضلك. جميل، هو العنوان الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم عنوان تعمد الناشر أن يضعه ملفت، طلقني من فضلك، وتحتيها عنوان أصغر مكتوب الطلاق مشاكل وحلول. نعم، حقيقة العنوان وضع لكي يلفت النظر ويجذب المشتري أو المقبل على الكتب الاجتماعية الأسرية. نعم. فقط. أما مضمون الكتاب ما هو؟ ما هو عبارة مضمون؟ عن 200 قصة واقعية أستاذ عائشة عشتها أنا في تجارب 9 سنوات في محكمة أبو ظبي في التوجيه الأسري. أيوة. أنت عارفة اللي بيعمل في التوجيه الأسري بيبقى على المحك داخل القضايا وداخل المشاكل الأسرية. عشنا في أكتر من 500 قصة، وأنا الناس ما بتحبش ضيع وقت. أيوة. في موقف عجبني أكتب، في قصة عجبتني أسجل. أيوة. فكتبت هذه القصص الواقعية، كيف بدأت المشكلة وكيف وصلنا إلى حل مع الأسرة وخدناهم لبر الأمان. فهذا الكتاب يعبر عن مشاكل كثيرة سبب الطلاق. نعم. ويعبر عن كيفية الحل للمتخصصين ينفع. نعم. للجمهور العادي ينفع. أعتقد دكتور أشرف بر الأمان مطلب ورغبة من الجميع، لأن عندما تكون الأسرة وردية، عندما صحيح. تكون الأسرة مرتاحة، عندما تكون الأسرة كذلك لا تشوبها أي شوائب من عكر صحيح. تدخلات خارجية، سواء كانت من الأهل، سواء كانت من الأصدقاء، سواء كانت من العالم الخارجي، قد يجعل بالزوجة بأن تقول أول كلمة أرجوك طلقني. فأعتقد هذه الكلمة أصبحت سهلة للسان، لكن يكون خلف هذه الكلمة كثير من المشاكل التي تراكمات. نعم. قد صحيح. تؤثر على الطفل، قد تؤثر على صحيح. كينونة هذه الأسرة والحفاظ على هذه الأسرة صحيح. فإن فشلت هذه الأسرة قد نخرج بأفراد إلى هذا المجتمع ليس لديهم تلك الثوابت والأسس. نعم. والقواعد للوقوف. نعم. بركيزة أساسية في صح. هذا المجتمع صحيح. قد يكونون أشخاص ركيكين في الثقافة، ركيكي الأخلاقيات. أعتقد الأخلاقيات، ودي أخطر حاجة، ولذلك إحنا بنقول مش طلقني من فضلك، بنقولها. نعم. رسالة النهاردة لكل امرأة تسمعني، مهما بلغ مشاكل الأسرة حاولي أن تفكري 1000 مرة قبل أن تطلبي هذا الطلب. نعم. لأن اللي بيكون الضحية هو الأولاد. أكيد يكون ضحية الأولاد، ولذلك إحنا أولادنا دول أكبر رسالة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالحفاظ عليها. نعم. لابد أن نفكر قبل أن نقوى. الرجل أيضا لا يتلاعب بكلمة الطلاق. نعم. ولا يجعل كلمة الطلاق كاللبانة كما يقولون في فمي، لأنه ميثاق غليظ هذا الزواج. الزوجة دي أمانة، أبناء أمانة، ولذلك هذا الكتاب يسعى إلى إصلاح ذات البين ولم شم الأسرة الخليجية والأسرة. نعم. العربية بوجن عام. نعم أستاذ أشرف، بالنسبة للناحية الأسرية أعتقد قد نحتاج إلى ثقافة أسرية، قد نحتاج إلى نعم نحتاج إلى من يأخذ بيد الزوج ومن يأخذ بيد الزوجة حتى يصلوا إلى بر الأمان كما تفضلت. صدقتي. إذن هذه المبادرات نراها في المجتمع الإماراتي. الحكومة والقيادة الرشيدة كرست جهودها وكرست مؤسساتها من
أجل الحفاظ على هذه الأسرة ومن أجل الحفاظ على أبناء المجتمع الإماراتي، وليس على أبناء المجتمع الإماراتي فقط، كذلك هذه المبادرات خرجت خارج الحدود الإماراتية وخارج نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا أفخر بأن أعقب على كلامك أستاذ عائشة وأقول دولة الإمارات هي الدولة الأولى في الوطن العربي التي اهتمت بما يسمى بالتوجيه الأسري وما يسمى بمؤسسة التنمية الأسرية. إذا إلى دول كثيرة لا تجديها تمت هذا الاهتمام، اهتمت لدرجة أنا كمستشار أسري أتعامل معهم كأب، أتعامل مع الأسرة حين تعلمت هذا في هذه الدولة، أتعامل كأخ وأعتصر قلبي أمامهم حتى ينصلح الطرفان. وبتكون أسعد لحظة، مش قبض الراتب آخر الشهر، لا والله، أسعد لحظة عندما أرى الأب والأم عادة وأرى طفلة دخلة في المجلس في التوجيه الأسري دخلة تقول بابا أنت رجعت ماما. أسعد لحظة في حياة الإنسان عندما يرى أسرة كانت ستفك ولكن الدولة بكرمها وتوجيهات القادة فيها استطاعت أن تضع كوادر تلم هذا الشمل وتحافظ على لبنة المجتمع. حفظ الله هذه الدولة وحفظ الله هذه القيادة الرشيدة التي جعلت أو جعلت من مبادراتها تحفظ كينونة الأسرة، تحفظ المجتمع الإماراتي. كل الشكر لك الدكتور أشرف العسال على هذا الحوار الجميل، هذا الحوار الأسري. سعيدة بهذا اللقاء، سعيدة برحابة صدرك وتلبيتك دعوتنا بالظهور معنا عبر برنامج استنارة في قناة الشرقية من كلبة. أستاذ عائشة، أحب أقول في الآخر أنه الكتاب من يأتي يأخذ هدية إن شاء الله من قاعة 3 حرف 10 تي، يأخذ هذا الكتاب بتوقيع حفل توقيع عادية، هو الكتاب الثاني رسالة الماجستير الرؤية والأحلام في القرآن الكريم. موفق دكتور أشرف وموفق على هذا الكرم منك دكتور، لأن بالفعل عندما يكون الإنسان مبادر ولا ينتظر أي مقابل من المجتمع أعتقد بحد ذاته يكون قد قدم ما هو جميل لهذا المجتمع بعام الخير، وأكيد نحن الآن بعام الخير. كل شكر لك دكتور. شكرا أستاذ عائشة. إذن مشاهدي الكرام قد أسعفنا الوقت ووصلنا إلى ختام استنارتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله بالغد بحلقة جديدة وفي هذا البرنامج المخصص لأيام أو أيام معرض الشارقة الدول للكتاب. نلقاكم إن شاء الله بالغد من الساعة 7 حتى الساعة 8 مساء. مع السلامة.